حدث جلل. لم تكن سنة 1925 كمثيلاتها في تاريخ المغرب، فقد شهدت حدثا جللا على مستوى التاريخ المعاصر للمملكة، وهو وفاة شخصية خلقت جدلا واسعا في شمال المغرب قبل وخلال الاستعمار الإسباني. الحديث هنا عن مولاي أحمد الشريف الريسوني ولقبه بالريسول، الذي تصدى لزحف الاستعمار الغربي قبل أن يقتل مسموما. يعني أنا صغرهم. نعم، أنت آخر أنقود. إيه. نعم. أختي الكبيرة لشعاع هي الكبيرة دي. نعم. الكبيرة ديالنا. نعم. وأنا صغيرة ديالهم كاملين. نعم. نعم. فاش توفى الوالد شحال كان عندك في السن؟ شحال خلاك؟ شحال عندك في الأمر؟ كان عندي ما كنعقلش عليه بزاف، شوي كنقول لهم غير حر الراجل كان عنده اللحيه وداك الشيء. نعم. يقولوا لي هذاك بابك. كنعقل عليه ولكن ما كنعرفوش ايه هو كان بابك. نعم. ايه نعم. هو الوفد ديالو اولا قبل وفاته النص ديالو مات مرض تسمم. نعم. لا تسمم. تسمم بقيه. تسمم من 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 احدى زوجاته. لان القائد الظلال اللي كان في 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 جبل الحبيب دار الشاوي قائد الظلال كانت عنده علاقة مع الريسوني، وفي نفس الوقت كانت عنده علاقة باطنية مع الاسبانيول عبر سبتة. واش كانت علاقة موالات؟ علاقة لا، علاقة موالات طبيعة الحال، كانت علاقة موالات مع الريسوني، هو قائد ديالو. كان كيقوم بدور اخر لانه هو وضعه في المنطقه ديال دار الشاوي قائد على ديك المنطقه الريسوني وضعه، وفي نفس الوقت الظلال كانت عنده باطنيه علاقه باطنيه مع الاسبان، كان فتح عبر خميس انجره كان فتح علاقات مع الاسبان، والاسبان او حوله بان يقدم له ابنته، وفعلا زوج بنته، هذا وديك بنته هي التي سممته، يعني طرق متعدده للتسمم، فمات النصف ديالو كامل هذا، نعم كله مابقاش كيتحرك. وفي هذه اللحظه هذه كانوا الاسبان هاجمين هجوما شرسا على المنطقه كامله حتى لا تزور. هو كان شي مره كيتسمم في الاكل. ايه بالصدفه كي شحال في الماكله في الماكله. نعم. وفي الرجلين الرجلين كلها مفلوحين في الحلو في الحلوات، قالوا مش يقولوا الدواء جاب مريض خذوا القبضه. هذا الرجلين هادو انا بيدي كنعرفو الرجلين هابطين بالماء. هذا في الاخر ديالو فاش مرض. في الاخر. نعم. وشنو كان باش توفى هو الله يرحمه؟ بالمرض ولا مات مسموم يعني كان مريض؟ لا ما كانش مريض. نعم. هو كان صحيح تبارك الله. غير الايام. نعم. كان ماجي هذا الشيء كان ماجي. النصارى كانوا كيعولوا المسلمين كانوا كيخنوا بعضهم. دابا نعولت انا وصيفطت لي وقلت لك مشي خلي ديك التعويله ديالك ومشي خبط من عند النصارى على طريق سبته. واحد النهار قال لك كانوا كيتغداو هو معاهم، جاتو شي برا يا هو قال لهم زعما بسم الله بسم الله كيقولوا بسم الله بسم الله، قال لهم كنقولوا بسم الله مع بعضنا وكنقلبوها بالكفر بالله من لورا. يا هما قالوا بقاو يشوفوا بعضهم، دابا جوج دابا اللي كانوا بقاو يشوفوا بعضهم يقولوا زعما ساق شي خبر ساق شي خبر شي خبر، هو غير من عند الله جا صندوق وقال لهم الحمد لله. ناكلوا مع مايده واحده ونخونوا بعضنا من مر الميدة. جاتكم الاخبار ديال مات توفى الشريف وكذا، شنو وقع من بعد؟ هذاك غير كنعرف بابا مات. جاو كنا في الشاون. جاو كان في الشاون قالوا لنا كنا كنلعبوا ديك ديك اومبي. حنا كنلعبوا وهو شي واحد قال لنا الريسوني مات. وانا وقفت ديك اللعبه كنا كنلعبوها مع بعضياتنا الكره وننسى في وسط الدار في الشاون. وانا وقفت يوم قال بدات كتعيطوا لي هذوك دابا اللي كنا كنلعبوا اجي اجي، جيت انا قلت لها بيدا ما نجيش هذا غير صبعي قالت لي خويا جيت انا قلت لها زعما سمحوا بديك اللعبه ورجعنا عندنا غوتوا نبكيو.
في الشاون انا كنعقلت في ديك الدار الشاون ديك النهار ملي مشيت لدار الشاون اخوتهم هذا الدار كنعقل عليها وبداو كيطحقوا عليا دابا الشرفات كنقول لهم كنت كنعقل انا في هاد الدريجه واقفه حتى الدريجه كنعقل عليها اللي جاك فيها الخبر ايه انا وقف ديك الدريجه وهما قالوا الريشوني لا ما مات وانا وقفت في ديك الدرجه وبقيت نغوت 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 حتى جاو دادا وديك الشيء كانوا الخضيرات ما كملت يا ويلي مالي ما انا وش كدرع فيه كنقول لهم هو مات هو مات كنقول لهم غير هو مات وشكون هو؟ كنت وقتها صغيره نعم الحمد لله نعم في أجدير بالضبط واحد المطاحد أجدير هو لما طاح له النص والإسبان هاجمين في ديك الفترة كانت واحد المعركة حاسمة جدا هي كيعيطوا لها معركة عين معبد قريبة من تزروت كانوا كيهزوه ويدك كيهزوه كيقول لهم هزوني كيهزوه وقت فوق الفرس العود كيربطوه وكيخرج النص ديالو الفوقاني باقي قدام كيخرج في ذاك المعركة ديال عين معبد استشهد يده اليمنى هو حميد الخراس هذا واحد المجاهد كبير كان يعتمد عليه نقول لك اعتماد مطلق في ذاك المعركة استشهد هذا البطل هذا الشهيد حميد الخراس فقال الريسوني هو طيح له النص ديالو قال الآن سقطت يدي اليمنى يدي اليمنى تهي ماتت وهجموا الإسبان لما هجموا قوة الضغط هو كان عنده بين يعني باختصار شديد أنه كان بينه وبين بين عم تكلم الخطابي مراسلات لكي يتم توحيد الحركة ما بين منطقة جبلة ومنطقة الريف مراسلات معروفة هذه مشهورة وهذا وفي أحيان كثيرة كاين داك المراسلين يتلاعبون بالرسائل كيمشيو لعند عبد الكريم كيقولوا الريسوني راه باغي يعمل لك كيمشيو عند الريسوني كيقولوا عبد الكريم يقول لك فوقع واحد النوع من التنافر ولكن في ذاك الهجوم ديال الاسبان هجوم ديال الاسبان جاو الشرفاء الريسونيون من تطوان كان ديك الساعات تما الخليفه السلطاني والحكومه الاسبانيه مولاي الحسن لا الاول ايه مولاي الحسن مولاي المهدي عاد عجيب بعد مولاي الحسن فقالوا له اسبانيول راهما غادي يهجموا يدمروا تزروت فدابا كيطلبوا منك حنا توسطنا عند الاسبان اللي كيحكموا تطوان وكذا انهم نهزوك لتما وتعيش مكرم هذا قال لهم ديك الجمله الشهيره قال لهم نموت مع المعاز احسن ما نموت مع الحلوف لان يعني الحلوف هما اسبانيول هما كيعمل داك المجاز داك ها هذا هو نموت مع المعز ولا نموت مع الحلف وفعلا ملي وقع الضغط قوي عبد الكريم صيفط المجاهدين ديالو وتسللوا الى تزروت وحملوه وفينا يحملوه يعني في حد كيقولوا هاد اللوحه كبيره صوبها خصيصا ليه ونقول لك واحد 20 ديال الناس حملوه من تزروت الى واد لو عبر الجبال عين مخبعين لانه كاين هذا وبقى في واد لو تقريبا جوج الاسابيع لانه كان البحر الامواج ديالو هائجه ديك الفتره ديال لانه هو توفى في ابريل فهما خرجوا في يناير كان ديك الساعات البحر شويه قوي فبقوا تما 15 يوم مخبعين في واد لو حتى هدا البحر شويه عاد مشاو من تما ديال جهه العسيمه فديال في الفلوكه لا الفلوكه مشاو في البحر لأن قلت لكم تزروت إلى واد لو عبر الجبال ولكن من تما مشاو الفلوكة باش ما يتصدموش مع الإسبان لأن الإسبان كانوا يتربصون به خصهم يقبطوه. هو مات تقريبا في 1925 25 يعني باش توفى باش توفى. ومن مورا شنو وقع يعني بالنسبة لكم أنتم يا بالنسبة للأسرة؟ إيوا عندك مشينا للريف عاد داونا من الشاون داونا للريف. حنا كنا مشينا داونا لمصر نقراو أنا وأختي كنا خمسة بنات نعم مشي يديونا المصار نقراو باش نقراو الحدث اليوم حنا كنا كنعرفوا غير القران التعليم العتيق التقليدي الاصيل نعم مشي يديونا المصار جابوا لنا الشاون باش نمشيو المصار تقبت الدنيا وجات الحراره وجات كلشي فبقينا في الشاون بقينا في الشاون عندنا عاون تطوان تطاون اختي كانت مجوجه في تطاون قال مشان نمشيو عند اختي حنا صغارين
داوني عند داونا عند اختي بقينا في الزاويه ديال الطاون. فهذا كان بقينا تما قالوا لنا نقراو يقريونا القرايه ديال اليوم باش نكونوا ماشيين لمصر ديال القديمه مصر نمشيو. دخلونا المدرسه وحنا كنا كنقراو غير القرايه وصافي فقي عندنا وديك الشيء اللي قرينا بوسيدي الله يرحمه ربي ما قرانا هذا الشيء ديال جديد هذا الفقيه. هما دوك نقول لهم ولاد الفقيه ديالنا هم باقي مرقب كنقولش الفقيه ما قال الفقيه باش نمشيو لمصر نقراو الامور السياسه ونقراو الامور الطيار والمدفع كيف كيخليه وديك الشيء هذاك. ايوا قلبت الدنيا ما مشينا لمصر ولا هذا كان قبل ما توفى هو قبل ما يموت انتوا غتمشيو اييه وقعت الواقعه تسجلت يعني هو كمشي يصيفطنا الله يرحمه هو اللي كان غيرس لكم غيرس بناته يعني البنات يعني هو راه كان متفتح على هذا الحساب ماشي كان زعما محافظ ولا متشدد بزاف كمشي يصيفطنا لمصر انا وخمسه بنات البنات نعم وحنا واحد ما هي يما هذيك كلهم يماها بوحدنا نعم وقال وحده كان نتجمع وحده باش تمشي معانا واخرين يبقاو في الدار عندنا مشاكل شي وحده اللي زعما منفقها ومزيانه كانت وحده هذيك اللي كانت تمشي صيفطنا معاها يعني كانوا كنقولوا لها طويطه هي زعما داده وحنا نقولوا لها طويطه كنا كنضحكوا مع طويطه وطويطه مشى نمشيو لمصر طويطه كنبدا تضحك هي كتقول لها اييه غدا ما سبقت تسنى غالينا نضحكوا مع بعضنا طويطه حنا ماشي مصر يلا طويطه نعم قلبت الدنيا اذا ما مشيتوش ما مشيتوش لمصر شنو درتو بقيتو نيت في شاون ولا جيت مشيتو للريف من بعد يعني داكم الريف من بعد داكم الريف فين في الريف بالضبط داونا نسينا هذيك الزاويه لا طلعنا الدار ديالنا نعم كانوا العبيد ديالنا كانوا عندنا وهذه طلعنا الدار ديالنا ديك الكبيره القصابه كيقولوا لها مدفون في في في, في قرب اجدير منطقه الريف قرب اجدير والغريب انهم دابا حنا في اصيله دابا القبر يمكن ضريح لا كاين قبر عادي كاين قبر عادي كاين قبر عادي ما كاينش ضريح ولكن ذاك القبر العادي انا من وليد مدينه اصيله تما خلقت وكانوا جيران ديالي الروفة جو من الريف وعجيب باقي كنذكر ناس طيبين هذا ويحكيوا لي على جدي شنو ذاك القبر هما اعتبروه بحال شي ولي صالح بطبيعه الحال وشي واحد يمكن عمل شي مره شي حاجه مشى لتما والتراب وعملوا في راسه كان كيحرقوا راسه ومشى له الحريق ولاو الناس تما كاملين كيمشيو كيمشطوا هما كانوا كيتبركوا به حتى الحياه ديالهم. ايه كيمشطوا ملي كيحرقوا راسو كيمشط بالمشطه وكيسيبها فوق القبر ديال 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 الشريف. كيقولوا حرقك راسك مشي لقبر الشريف. وباقي لي حتى الساعه هذا العاده هذه حتى الساعه. يعني من ذاك الفتره اللي حتى الساعه كيتبركوا به وكيعتبر وكيسميوه ما كيسميوه لا ريسوني لا الحزامي. كيقولوا قبر الشريف. هذه هي التسميه اللي عنده تما. المحمل عنده كلمه شهيره مولاي الشريف احمد. الريسوني الكلمه الشهيره ديال التاريخ ولا ركبنا على جميع هذا باقي لنا غير من هذا ركبنا فوق منه الحمد لله ركبنا على جميع الظهر ديال اي واحد الحيوانات كامله وكذا وكذا بقى لنا غير من هذا احنا ركبنا عليه الحمد